الله. السفير ده مش كان موجود في معانا في اليمن؟ احنا فكرني قوي لان انا لاقط كده. خلينا نفتكر. هو تصدق معالي السفير هاني صلاح، يا مساء الفل عليك يا ابراهيم بيه العظيم. انت وحشنا كتير يا معالي السفير والله. احترامي لحضرتك والعدي بيه وايام جميله ان شاء الله. احنا تذكرنا ايه الصدفه الطيبه الجميله قوي دي يا معالي السفير؟ ربنا يخليك. انا والله قلت معالي الوزير العام لما وصل فين ابراهيم بيه وعدلي بيه، لو سمحتوا ارجعوا هاتوهم وترجعوا. انا بقول للمشاهدين سياده السفير هاني صلاح يعني عاش معانا اسعد ايام الاهلي في اليابان في 2005 و2006. الحقيقه كان معليك كنت عضو في السفاره وكان ليك جهود كبيره جدا في دعم بعثه الاهلي. كانش بيسيبنا لحظه الحقيقه. عظيم، واول واحد سالت عنه والله ابراهيم بيه وعدلي بيه اول ما وصل. ربنا يخلي معاك. انا متذكر كان ابن حضرتك برضه غاوي كوره وكان معاك وبيحضر معانا يعني. بالظبط يا فندم. بالظبط. طمنا يا معالي السفير، جهود طيبه من سعادتك في استقبال البعثه، حطنا في الاجواء عند معاليك. ده اقل شيء، والنادي الاهلي قيمه كبيره مش بس لنفسه والمصر والوطن العربي والافريقيا كلها. تمام. احنا بنستقبل رابع العالم يا ابراهيم بيه، مش بنستقبل اي حد. الحاجة الثانية احنا بنستقبل فريق بلدنا اللي مشرفنا في كل حتة، والحاجة الثالثة واجبنا والحمد لله وصلوا بسلام في الميعاد على حوالي الساعة 6:30 بعد العصر بعد المغرب. يتوجهوا فورا لمقر الإقامة في أكبر وأهم فندق في العاصمة السودانية. واحنا كنا معاهم وزمايلي أعضاء السفارة ورئيس البعثة رئيس بعثة الري ورئيس بعثة التعليمية ورابطة دارسين المصريين في المدارس والجامعات السودانية، ووفد كبير من جمعية الصداقة المصرية السودانية لأول مرة في بادرة طيبة للغاية. ما هو معاليك أو سعادتك يعني يا فندم استلهمت الفكرة دي ضروري وسعيت إنها تطبق من جمعية الصداقة اليابانية المصرية. بالظبط يا عدلي بيه، بالظبط يا فندم، حضرتك فاكر كويس وفعلا عملوا معانا نفس. لا كان لهم دور كبير. جدا يا فندم جدا، واحنا هنا الحقيقه بقالنا هو اكثر من اسبوعين بننسق مع كل الجهات المعنيه هنا عشان الزياره تخرج بالشكل المأمول، مش بس على مستوى الحدث والمباراه ولكن بكل الجوانب. حاله الطقس عندكم نفس القاهره ولا الدرجه عامله ازاي؟ الطقس حوالي الوقت درجة حرارة ممتازة حوالي ما بين 23 ل 25 في بالليل. مثالية. تمام. الصبح الصبح بس وقت المباراة هتبقى ما بين 30 ل 32 اللي هو الساعة 3 الظهر. انما الطقس بالليل او بعد الظهر بيبقى ممتاز، ويعني 30 32 طبعا مش افضل جو ولكن محتمل، يعني ممكن اداء اللاعبين فيه بشكل طيب. الجانب السوداني طبعا العلاقه بين مصر والسودان وبين الاهلي والهلال بالخصوص كمان كلها ارتباطات وروابط طيبه جدا. طبعا يا فندم طبعا، والحقيقه اخواتنا هنا مش محسسيننا باي غربه، مش بس بالنسبه للنادي الاهلي، لاي طلبات متعاونين من اول وزاره الداخليه، وزاره الشباب والرياضه، الاتحاد السوداني لكره القدم، نادي الهلال موفرين كل حاجه، التامين كان عالي جدا في الركاب من فندق من المطار لحد الفندق، وصلنا الحقيقه في ربع ساعه والطريق كان مفتوح لينا، وتامين عالي المستوى بيتعمل لركاب الشخصيات الهامه فقط في السودان. فالحقيقه الناس مش متاخره معانا، وانا بكلم حضرتك دلوقتي انا لازلت في مقر اقامه النادي الاهلي بطمن عليهم، معايا زمايلي في السفاره وهم تناولوا وجبه العشاء سعيده وكنا معاهم، والجهاز كان موجود، ثم الفريق الاعلامي، وطلعوا غرفهم بسلام، واطمن طبعا السيد رئيس البعثه عمرو بيه فاروق على كل الترتيبات الاداريه سواء تدريب بكره في الملعب، الاقامه، صاله المحاضرات، صاله الطعام، كل الترتيبات الصغيره الحقيقه دخل فيها واطمن ان هي ماشيه كويس. الاصداء الاعلاميه يا فندم والشعبويه زي ما بيقولوا بقى والاهتمام بالمباراه، عدلي بيه الاهلي حاجه كبيره جدا في اي بلد بيروح، فالاعلام السوداني ومواقع التواصل الحقيقه نشطه بشكل عام حتى في اي حدث، فما بالك بقى حضرتك بالاهلي وبمصر بالذات. طبعا تغطيه
يعني من اول ما اعلنت القرعه، وطبعا تزايدت في الايام الاخيره خصوصا مع قرب وصول البعثه، وفي كل الصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه ومواقع التواصل تحليل بقى للاهلي وادائه في بطوله كاس العالم للانديه، واللعيبه الجاهزه واللعيبه اللي مش جاهزه، وجهازه الفني وطموحات النادي الاهلي وتوقعات لنتيجه المباراه، كل شيء حضرتك تتخيله. تمام. وعلى فكره احنا بيننا وبين اشقائنا في السودان ذكريات رائعه من ايام سليمان فارس وامين زكي واسامه يوسف وجرن الشط وجرن الشط طبعا وابراهيم كبير، يعني اثروا تماما النادي الاهلي بمواهبهم، ونتذكرهم بخلقهم الرفيع بكل خير يعني. طبعا يا فندم طبعا، وهم اللعيبه والاسماء الكبيره اللي حضرتك قلتها دي هي معتبره نفسها سفراء بين البلدين، وبيعتبروا نفسهم مش بس سودانيين ولكن مصريين ايضا. ولحد النهارده هو عبد المنعم شطه لا زال يعني حتى من خلال دوره جوه الاتحاد الافريقي من قبل كده، وحتى دوره جوه النادي الاهلي لا زال سفيرا يعني لا هو انصهر تماما في قالب السودان ومصر يعني. حقيقي طب هو في حد ذاته بيمثل الوحده في نموذج منفرد. صح، هو بيقول على نفسه كده. انا هقول لحضرتك قصه على شطه مهمه، يمكن الجماهير الاهلي ما اعرفش، يمكن عدلي بيه يعرفها وابراهيم بيه ما اعرفش، الجماهير تعرفها ولا لا. شطه اول مره يوصل مصر كان سنه 73، ما اعرفش اراكم على بالظبط. تمام يا فندم. وجي يدرس هندسه بالظبط، هو مهندس بارع، وهو صديق ومتحدث بارع بالانجليزيه افضل من العربيه. صحيح. انا حبيت فيه انه لاعب مثقف ولاعب مؤمن بالعلم، وطور نفسه وغير كارير بتاع حياته بعد ما انا مسيرته في الملاعب. الراجل ده جه مصر يوم 6 اكتوبر سنه 73 عشان يدرس في هندسه في مصر، وجه في اخر طياره قبل اغلاق الاجواء الجويه المصريه قبل حرب اكتوبر 73. هو اللي بيحكي القصه دي عن نفسه. ايوه. وبيحكيها للشعب السوداني. كان فايل خير يعني. وبيقول قد ايه انا من ساعه المرحله دي ايام الحرب بتاعت اكتوبر بقيت جزء من الشعب، لان شفت بيدعموا بلدهم ازاي وبيدعموا جيشهم ازاي. قصه مؤثره لازم حضرتك تسمعوها مره من شرط. تمام. لا نشاط قصصه كتير الفريق بكره ان شاء الله اللي عنده تمرينه واحده مش كده؟ الفريق بكره تدريبه تمرينه واحده الساعه 3 هيتحركوا من مقر الاقامه ان شاء الله 2:30 يكونوا في الملعب. الملعب حوالي ربع ساعه ثلث ساعه من فم درمان، هو ملعب المباراه. ايوه. اسمه الجوهره الزرقاء فم درمان. تعرف حضرتك الخرطوم اسمها العاصمه المثلثه، مكونه من 3 مدن، الخرطوم والخرطوم بحري أم درمان. أيوه. أم درمان هي العاصمة القديمة يعني. أيوه. فهي فيها الملعب حوالي ثلث ساعة بفتح الطريق بالركاب بالأمن بيفتحوا. أيوه. وإن شاء الله يبقى تدريب مثمر غدا، هو التدريب الوحيد طبعا هنا. وكولر المدير الفني كان ناوي يعمل حاجة أو يقعد مع اللعيبة النهاردة، بس غير رأيه وقرر يدي راحة للاعبين بقية اليوم يعني النهاردة. انما التدريب ان شاء الله خبر كروي يعني الحس الكروي موجود يا فندم. يا فندم ربنا يخليك يا فندم. هو كرم بس من البعثه، لان انا كنت قاعد معاهم شايف ترتيبات التجهيز. الحقيقه النظام انا لازم اشد كل شيء، مفيش حاجه بتتم عشوائي نهائي، لا الاكل عشوائي ولا التدريب عشوائي ولا العلاقات بين الناس جوه البعثه عشوائيه. حاجه فريق على انت بتتفرج على ريال مدريد. والله شهاده نعتز بيها يا فندم. ده بفضل تسهيلاتكم برضو. والله ما بجامل، انا عمال بقول له طريقه الكتابه وترتيب المواعيد والخطط امتى نعمل ايه، وكل واحد عارف دوره من غير كلام، ما حدش بيتكلم. طريق يا ريت مصر كلها تمشي كده. الحمد لله يا فندم. الحمد لله يا معلم السفير. والبعثة تغادر على الطيارة الخاصة بعد المباراة مباشرة إن شاء الله. بعد المباراة مباشرة، يمكن الأول هياخدوا العشاء. وبعدين يغادروا إن شاء الله متجهين لأسوان. لأسوان. لسه المواعيد بالظبط إمتى مش واضح، بس الأكيد إن الأول هيرجعوا لمقر الإقامة ياخدوا وجبة العشاء.
وان شاء الله بعد نتيجه ايجابيه فتبقى وجبه كده جميله ان شاء الله، ويطلعوا على عشان مباراه اسوان. انا زي ما قلت لحضرتك وزير الداخليه اكد لي شخصيا ان البعثه دي في عهده السودان من المطار لحد ما ترجع المطار، ده كلام انا بنقله حرفيا. تمام. وزير الشباب والرياضه بتبذل كل ما في وسعها في دكتوره طيبه من قيادتها انها تحضر مران تدريب النادي الاهلي بكره، ودي برضه هتبقى رساله مهمه جدا من الجانب السوداني. لو تحققت، هي الحقيقه عندها زياره خارج الخرطوم بكره الصبح، لو قدرت تلحق التدريب هترجع تروحه. سيد وزير الشباب والرياضه المصري اتصل بيا 3 مرات النهارده، واتصل بالسيد العامري فاروق عشان اطمئنان على البعثه. هو بيتصل الحقيقه مكتب السيد وزير الشباب والرياضه في مصر بيكلمني تقريبا كل ساعه. ايضا انا بعمل دلوقتي بحاول التواصل بين الوزيرين عشان برضو السيد الوزير يطمئن من الوزيره السودانيه على الترتيبات كلها. وكمان مساعد وزير الخارجيه عندنا في مصر مدير اداره السودان وجنوب السودان منذ 3 ايام على تواصل معايا اكثر من 3 مرات في اليوم عشان برضو تامين البعثه وخروج المباراه بالشكل ده. مدير مكتب وزير الخارجيه كمان اتصل بيا النهارده الصبح ايضا في هذا الصدد. الحقيقه اهتمام من كل الجهات سواء من المصريه او السودانيه. الاتحاد السوداني لكره القدم كانوا عندي في السفاره اول امس قاعده مطوله لبحث كل ترتيبات المباراه من اول الدخول لحد انتهاء المباراه. والحقيقه يعني اقول ايه يا فندم، اللي بتقوله ده حضرتك بيوضح المعنى الحقيقي كيف تكون الرياضه جسرا لعبور العلاقات الطيبه بين الشعوب، وطريقه الاهتمام اللي احنا شايفينها دي من كل الاطراف بتعكس هذا المعنى تماما. وفي وجود امثال الدبلوماسيه اللي حضرتك بتمثلها باذن الله لا خوف على الرياضه المصريه ولا الرياضه العربيه والافريقيه. نتمنى كل الخير يا فندم، ونتمنى ان باذن الله يكون بيننا وبين بعض برضه لقاء على الهواء نتكلم بعد الماتش كده بكلام طيب باذن الله. تشرف يا ابراهيم، تشرف، وده يعني شاكر لكلام سيادتك، وده واجبنا ولازم نعمله. والحقيقه احنا متشرفين، ما تعرفش عليك فرحه المصريين اللي في السودان قد ايه بالبعثه وحجم الناس اللي كانت متواجده في المطار في الاستقبال. هو لولا بس البعثه احنا خرجناها على طول، يعني كان الناس دي عملت مظاهره كبيره اكن اللعيبه بيلعبوا في مصر. وباذن الله يلقوا هنا في القاهره في مباراه العوده كل الحفاوه والترحاب، باذن الله يترد لهم كل هذا الامر باطيب منه باذن الله. باذن الله يا فندم، باذن الله. وانا برضو احب اطمن حضرتكم الملعب جاهز وكل شيء كويس. انا كنت من حوالي شهر ونص رحت خصيصا شاهدت مباراه الهلال والمريخ في الدوري السوداني. دي اخر مباراه احتكاك حقيقي للفريقين اللي هم هيلعبوا مع الفرق المصريه، وشفت الملعب من جوه ومن بره. الملعب الحقيقه مجهز، والحقيقه الاخوه في السودان بيحاولوا كل ما في وسعهم ان المباراه تخرج بشكل رائع، بانا بسميه بشعبي شمال وجنوب الوادي، مش مصر والسودان، احنا شعب واحد جزء منه في الشمال وجزء منه في الجنوب. يا فندم سعداء جدا بتواصل سعادتك معانا، وبنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا لمعالي السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم. والحقيقه اللي طمنا كتير على اوضاع البعثه وعلى حاله الاستقبال الطيب وعلى كل الترتيبات الخاصه باقامه بعثه الاهلي والتجهيزات الخاصه بمباراه السبت عصرا ان شاء الله. يا رب تيجي على خير، ويا رب تكون الرياضه هي الجسر زي ما نتمنى اللي بنعبر بيه يعني علاقات اقوى باستمرار. احنا شفنا في المغرب الكلام ده، شفنا في الجزائر الكلام ده، شفنا في ابو ظبي، شفنا في دبي، شفنا في الدوحه. هذا يعني يجب ان يبنى على هذا الكلام. وهو في اجمل من الرياضه عشان تترجم يعني المعاني النبيله للقيم الانسانيه بشكل عام يا ابراهيم يعني.